شايفين يا جماعة شلون طلعوا معنا كل حارات الشام؟ مصبوط، الحارات الوحيدة اللي ما طلعت هي الحارات اللي ما وصلنا الخبر. لو ما فرقونا بالقوة كانوا الرجال بدهم يفوتوا على البلدية يلقوها فواني تحتاني. ولسه ما خلصت، كل يوم بدنا نطلع مظاهرة لحتى يوقفوا هذا القرار. هذا الكلام الصحيح وهذا اللي بده يصير. لازم يشوفوا منا العين الحمراء لحتى يتراجعوا عن قراره. كلامك مصبوط أبو صياح، ما حدا دخلوا بحاراتنا وما حدا دخلوا يقصص منا على كيفه. نحن مو قد الحكومة، الحكومة هي اللي بدها بتسوي وغصب من عنا كمان. شو عم تحكي؟ شو يا جماعة؟ يا جماعة صلوا على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما تحكي لك كلمة أبو كامل. شو بدي احكي؟ عم بسمعكم واسمع آراءكم وافكاركم، يعني بصراحة كل اللي عملتوه للأسف ما له طعمة. معناتها رح ينفذ الفرمان بالقوة. ولي معناتها دكانتي رح تروح بالتنظيم. يا جماعة إذا راحت بيوت العالم الناس وين بدها تروح بحالها؟ يا جماعة يا جماعة هلا يمكن ما تصدقوني، بس صدقوني إذا قلت لكم إنه كل اللي عم تحكوه أوهام بروسكم. أنا رحت على البلدية وفهمت منهم كل الحكاية. شو القصة يا أبو كامل؟ ما تفهمنا؟ القرار واضح وما بده تفسير. عم ينزلونا لأنه بده ينصبوا الحرم جديد، يعني بدهم يهدوا بيوت بالحارة ويفتحوا طرقات ووسعوها مشان تبرق السيارات. بعدين بدهم يبنوا مؤسسة حكومية، يعني القصة واضحة وما بده شيء، لا بده ترجمان ولا مين يضحك علينا. كلامه مخاطر مزبوط، وخصوصي لما قالوا لأهل الحارة روحوا اطلعوا على المخططات اللي بالبلدية. ايوه هلا فهمت ليش اجوا على الحارة هذيك المرة وصاروا يقيسوا ويقيموا ويحطوا. بتتذكر شيخي؟ تتذكر لما أهل الحارة صاروا يتخانوا على تسجيل مالكاناتهم بالبلدية، ولما استولوا على حوش الإدعشر وعلى كم دكان فيها وادعوا إنها أرض مشاع؟ مظبوط، وما حدا منا بينسى هالشي. ويومها قالوا لنا إنه راح يعملوا عليهم مزاد لأهل الحارة مشان نرجع ونشتريهم، ولهلأ ما صار الشي. أي هي الحكاية صارت واضحة، وإذا أنتوا قبلتوا بهالكلام نحنا ما رح نقبل. لازم البلدية واللي وراها يتراجعوا عن نواياهم ضد حارة الضبع. اليوم بلشوا بحارتكم، بكرة ببلشوا بالحارات التانية. بدهم يغيروا معالم الشام، حيطانة وحاراتها وشوارعها، ويرجعوا يبنوها مثل ما بدهم. يا جماعة يا جماعة، لك هذا القرار بده 20-30 سنة يتنفذ. وبركة دا ننفذوه بكرة، شو بنقدر نعمل؟ احنا مو موافقين على القرار يا ابو كامل، لا هلأ ولا بعد 100 سنة. حارة الضبع رح تتم مثل ما هي، والباب اللي اخدوه رح يرجعوه بالقوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذن الرجال، عمي ابو صياح معيتك عزك بكلمتين. باذنكم يا رجال. زبدة الكلام يا جماعة، ما حدا بيقدر يجبرنا نعمل شيء إذا كنا إيد واحدة متفقين. عفارم عليك أبو خاطر، ومن سل سيف العدوان أغمد في رأسه. امشوا سيف، شو جابها لهون؟ أنا قلت لك ضل مع حرمتي بالبيت لحتى أرجع. والله ما بعرف يا عمي أبو صياح، بس هي أول ما دريت إنه فرطت المظاهرة وإنه رجعنا على الحارة وإنت معنا قالت لي ركود، روح خبر عمك أبو صياح وقل له شو صار معك. يا لطيف على هالمخلوقة، شو بصتها محلوقة؟ إلا خليها تنتظر عنكم بالبيت والأمور محلولة بإذن الله. مشي عمي مشي. السلام عليكم. أخي مختار شو في؟ أم جوزيف شبه؟ بدها فرد. شو بدها تسوي بالفرد؟ ما بعرف. هي بعينتها راكبة راسة ومصرة طالع الأمان اللي مخبيتها ببيتها اللي أخدوا الدرك. لازم نأمن لها سلاح، أحسن ما تروح تاخده من شي مصدر خطر عليها. أنتوا ما ضل عنكم سلاح من أيام الحصار. السلاح موجود وعندي، بس يعني عدم المؤاخذة بختار بدي استشير عضوات الحارة. لا لا أبو شوكت، لا الله يرضى عليك، خلي الموضوع سر بيني وبينك. يعني مو ضروري حدا يعرف إنه أم جوزيف معها سلاح، يعني من شان الأمان. معك حق، شرف معي شرف.